يقوم أعوان مديرية التجارة بولاية ورقلاو بشكل دوري طوال السنة على مراقبة صلاحية المنتوجات حماية للمستهلك، خاصة في رمضان أين يرتفع استهلاك المواطن للمواد الغذائية. العملية الرقابية دائما أعوان التجارة مراقبة السلع من حيث وفرتها، جودتها وكميتها، ومن حيث السعر، القدرة الشرائية، باش نحمو القدرة الشرائية للمستهلك، وكذلك من حيث توفير المواد الواسعة الاستهلاك. وجوب مراقبة انتهاء صلاحية المنتوج وكذا الطريقة الصحيحة لحفظه في مختلف المحلات له أهمية عند المواطن حفاظا على سلامته الصحية. واحد يشري حاجه من الحانوت لازم يفيريفي لا دات سورتو بور لا انتوكسيكاسيون سورتو بور لي زونفون دراري صغار هكذا ساعات بلا ما نفيقوا نشتاو حاجه نشوفوها نلقاوها نروحو نهزوها تمتم. ممكن يلقى منتوج نهايه الصلاحيه نتاعو مازالت يعني بعيده، ولكن في شروط الحفظ نتاعو يكون في السخانه يكون في كذا يتاثر على خاصه في اللحوم وفي الامور هذه المنتوجات نتاع الالبان. مديريه التجاره بورقلا اطلقت حمله تحسيسيه منذ بدايه هذا الشهر تدعو فيه المواطن الى اقتناء سلعه بعقلانيه مع مراعاه كامل شروط الصحه حمايه له.